تابعي موقع مصراوي، اهلا بيكم في لايف جديد. في الفتره الاخيره كان في كلام كتير على مبادره التمويل العقاري، وهل هي اتلغت ولا لا، وازاي نقدر نحصل على وحده بالتمويل العقاري. النهارده معانا الاستاذ محمد سمير، خبير التمويل العقاري، وهيجاوبنا على كل التساؤلات وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها عن التمويل العقاري وعن الفايده. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايزين برضو نوضح كده في البدايه اللي بيحصل في سوق التمويل العقاري في الوقت الحالي. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل متابعين موقع مصراوي، الموقع المتميز والرائد في الاخبار دائما. طبعا سوق التمويل العقاري، نشاط التمويل العقاري تقريبا بيستحوذ تماما على الاهتمام من كافه شرائح المجتمع، وخاصه خلال الفتره الراهنه، لان كان تردد في السوق بعض الاقاويل عن الغاء مبادرات التمويل العقاري اللي مطروحه من قبل البنك المركزي. وطبعا ده كلام كان غير سليم، ومعلومات كانت غير سليمه، ولكن احنا بنحب ناكد ان مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، مبادره 3% ومبادره 8%، ما زالت ساريه، وبيتم تطبيقها من جانب البنوك المشاركه في المبادره اللي بيوصل عددها ل 22 بنك لديهم ادارات تمويل عقاري متخصصه. ولكن النهارده الفكره كانت مرتبطه بآليه رد الدعم الخاص بجهات التمويل ونقله من خلال البنك المركزي الى وزاره الاسكان، وده يمكن كان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء اللي تم التعليق عليه، وتم اثاره بعض المعلومات الغير سليمه، وادى بالناس ان تخيلوا ان مبادره التمويل العقاري وقفت او خلاص انتهت. ولكن زي ما احنا بنقول، بنأكد ان هي ما زالت ساريه وشغاله، وكل مواطن تنطبق عليه الشروط وكل وحده تنطبق عليها شروط المبادرات يقدر يحصل على المبادره بكل سهوله ويسر من جهات التمويل اللي بتشتغل في المبادره. احنا دلوقتي الفايده اللي داخل مبادره التمويل العقاري كام، والفايده اللي خارج المبادره كام؟ المبادرات طبعا احنا عارفين ان سعر العائد او سعر الفايده بتاعها هو مدعم من قبل الدوله، وعشان كده كمان المدد الزمنيه بتوصل فيه مبادره 3% لغايه 30 سنه. لكن سعر العائد اللي موجود نظرا للاثار الاقتصاديه الخاصه بالعالم كله والمتغيرات اللي احنا فيها وارتفاع سعر الدولار، فده ادى ان اسعار الفائد على برامج التمويل العقاري المتاحه حاليا في السوق بتوصل لغايه 17 و18% ثابته، فبيكون في فرق تقريبا في حدود من 10 ل 12% عن ارقام اللي موجوده في اسعار الفائده المرتبطه ببرامج المبادرات. تمام. طيب برضو الناس بتشتكي ان احنا بنروح البنوك في الفتره الاخيره بيبقوا مجهزين وحدات خارجيه مطابقه للمواصفات، وبيلاقوا في الفتره الحاليه بعض التعقيدات او بعض الاجراءات الصعبه شويه في الحصول على كارد التمويل العقاري، فهل البنوك هي اللي بترفض، ما عندهمش سيوله، ولا ايه المشكله في الوقت الحالي؟ لا، يعني خليني اقول لك ان السيوله لنشاط التمويل العقاري متاحه طبقا لقرار البنك المركزي في فبراير 2020 بتخصيص 10% من محفظه القروض الخاصه بكل بنك لنشاط التمويل العقاري. يعني احنا النهارده بنتكلم ان تقرير البنك المركزي اشار في نهايه عام 22 الى ان قروض محفظه القطاع المصرفي تجاوزت 3 تريليون 617 مليار تقريبا، ده الرقم اللي موجود، وده معناه ان احنا لو حسبنا نسبه 10% منه فبنتكلم في سيوله متاحه لنشاط التمويل العقاري في حدود 364 مليار جنيه لم يتم استخدام الا حوالي 18% منهم، ما يساوي 66 مليار. اذا احنا عندنا في حدود ال 296 مليار جنيه دول متاحين لنشاط التمويل العقاري. فمن ناحيه السيوله، السيوله متوفره، ما فيش اي مشكله خالص. برامج المبادرات مخصص ليها مبالغ محدده، مبادره 3% 100 مليار جنيه، مبادره 8% 15 مليار جنيه، وما زلنا لسه بنشتغل طبعا كجهات تمويل موجوده بيشتغلوا على المبادرات دي. لكن تملي يمكن الصعوبه في اليه التواصل مع جهه التمويل، وده اللي احنا بنحاول نحله من خلال وجود شركات وساطه تمويل عقاري موجوده في السوق لاول مره. احنا بنشتغل دلوقتي على انشاء شركه جديده مرتبطه بالتسجيل العقاري، ودي مهم جدا ان احنا ننقل الملكيه العقاريه ونحولها اصل عقاري يتم التعامل عليه مع جهات التمويل العقاري. تمام. ليه برضو البنوك بترفض التعامل مع اصحاب الوظائف الحره او الاعمال الحره، ما بترضاش تديهم القروض التمويل العقاري بشكل ميسر وسريع؟ خلينا نتفق ان العالم كله بيشتغل على تحديد قدرة العميل الائتمانية في الحصول على قرض، وسواء كان القرض ده بيمثل تمويل عقاري او اي نوع تاني من انواع القروض الائتمانية الخاصة بالافراد. يبقى احنا هنا لازم يكون العميل اللي هيتقدم اذا كان عنده مصادر دخل
لازم يقدر يثبتها بالمستندات. ما ينفعش يبقى عنده مصدر دخل وما يكونش ليه مستند بيدعم هذا الدخل، لان الحقيقه ان ده بيخلينا او بيخلي جهات التمويل بتدخل طبعا في مناطق غير قانونيه للتعامل مع العميل ده، زي غسيل الاموال، زي النهارده الحصول على مصادر دخل من مصادر غير قانونيه او غير صحيحه. فعشان كده الاعمال الحره مهم جدا ان يكون مستنداتها بتتفق مع الدخل اللي هي بتذكره، زي ميزانيه اللي موجوده المعتمده او شهاده من محاسب قانوني او كشف حساب بنكي بيدعم ده. هو ده النقطه الرئيسيه اللي تمانية موجوده في الائتمان داخل الادارات المتخصصه في البنوك. اخيرا، هل في مبادره جديده على خلفيه المبادره بتاعه الصناعه اللي صدرت مؤخرا بفائده 11%؟ هل في حاجه زي كده متوقع صدورها في الفتره اللي جايه متعلقه بالتمويل العقاري؟ السيد رئيس الوزراء امر بتشكيل لجنه من الجهات المعنيه زي البنك المركزي، صندوق الاسكان الاجتماعي، وبعض المطورين العقاريين للنظر في اصدار توصيات خاصه بتنشيط التمويل العقاري. فنتمنى ان يكون خلال المرحله اللي جايه يتم اصدار افكار جديده خاصه بنشاط التمويل العقاري. لسه مش محدد الفايده، ممكن تتراوح من كام لكام، زي الصناعه ولا اقل ولا لسه المناقشات شغاله، وبينظروا طبعا في ده من نواحي الماليه ومن نواحي التشريعيه، ونتمنى يكون في ان شاء الله حاجه تساعد المواطنين في الحصول على المساعدة. في النهاية بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نتقابل في لقاءات جديدة نتكلم فيها برضو على اخر الاخبار المتعلقة بالتمويل العقاري. شكرا جزيلا.